اول حاجه بدا شكرا على التغطيه ديال هذا المسجد الجديد في لاجيروند. وحنا هنا في لاجيروند كان عندنا اقرب جامع بعدا في لاجيروند الفوق وتا هو يلاه جديد شي 4 سنين 5 سنين دابا. كنا كنمشيو حتى للبنجديه على قبل التراوح على قبل شحال من حاجه. كانت بادره من الناس اللي داروا هنا جامع صغير في واحد العماره كانت شويه هشه تقدر تطيح على اي لحظه الناس المصلين. وكنت تبارك الله كيف ما كتشوف دابا راه الجامع ولا كبير ويهز بزاف المصلين وما كنشوفش بان شي واحد هنا غادي يتشكى من هذا المسجد. اللي كيتشكى راه غير بغى يتشكى على والو بيد الله. هذا ما خصناش نتشكاو عليه بالعكس بادره زوينه من الناس والحمد لله ولا عندنا جامع في لاجيروند. الناس كلشي كيتمنى بحال هكا يكون جامع. وشكون كره شكون كره واحد الجامع اللي عندك حدا الدار؟ بعدا انا كنسكن هنايا عندي واحد 10 متر على رجلي للجامع يعني ما تلقاش سبه غتقول الجامع بعيد الجمعة وهذه. نتمنى بعدا يكون فيه الجمعة باقي ما عندناش اخبار واش فيه الجمعة ولا لا ولكن نتمنى يكون فيه الجمعة. وتبارك الله هنا الناس راه كل شيء عاجبهم راه ما كاينش شي واحد اللي كيتشكى. كيف ما قلت لك اللي تشكى راه غير باش يتشكى وصافي باش يدوي. الجامع زوين مزيان تبارك الله عجبنا وتصلح وغنصلوا فيه ان شاء الله وفرحانين ليه وجامع كبير ماشي واحسن حاجة هي الجامع. احسن حاجة في الحياة هي الجامع. الانسان كيمشي للجامع الحمد لله كيفرح كيزعم شي واحسن حاجه تبارك الله. يعني الجامع ملي داروا في البلاصه هنايا مزيان وصلحوه مزيان وعجبنا الصراحه عجبني الجامع. كنت كنصلي فيه ما كانش مصلوح كاع اصلا مزيان كان عاقل الزير. دابا راه تصلح وطلع تبارك الله راه ولا عالي وتقادد فينا والحمد لله. والله يخلصو الله يثبت لي الاجر ديالو الله يبارك ليه داك الشيء اللي عنده الله يبارك ليه فيه والله يدير ان شاء الله حوايج اخرين من غير الجامع ثاني تبارك الله. كاع اللي دفات فيها نيتو كمل العمل الله يسهل عليه. الشيء اللي كنفرحوا اللي يسهل كاع دار خواطات لله راه ديال الخير تبارك الله خير كثير اللي جا من عند المحسنين راه ماشي ساهل. اللي سنتي يجي ويضمع واحد الحاجه ويصايبها ويطلعها راه حاجه رفيعه تبارك الله. انا داير واحد الاجر اللي غيبقى لي واللي غيبقى لي ديما الحمد لله. عندك هو هذا الشيء ديال الابيار الحمد لله اللي حفرت هو شي بير في اي بلاصه تبارك الله وكيجوا الناس يشربوا ويمشوا يدعوا معاه راه محسنين خيرهم كثير والامراض وبزاف الحوايج كاع اللي وقف شي عمل الله يكمل الله يصلح ليه التركه ديالو. الجامع سيدي مزيان مزيان سيدي مصلحة كل عمومية كل شيء لأي واحد وسعدات اللي واقف ليه سعدات اللي واقف ليه اللي واقف اللي سميتو المصلحات ماشي بحال واحد. هذاك اللي قال لك ما مزيانش علاش ما مزيانش الجامع علاش ما مزيانش عندك عندي شي حاجة شي معلومة ما مزيانش شي جامع ما يمكنش مزيان. كان خاص شي جامع هنا في المنطقة ضروري خاص ضروري خاص الجامع. جامع حيتاش كاين واحد اللي كاين راه بعيد الفوق واحد كاين في درب عمر ماشي كاين غير كراج هذا الجامع ضروري من هنا. شنو مزيان المحسن اللي دار سيدي الله الله يخلف عليه وسعداتو سعداتو دار واحد الاجر من هنا بينه وبين الله وبينه وبين العبد ماشي غير بينه وبين الله بينه وبين الله وبينه وبين العبد دار اجر كبير وسعداتو اخويا. Thank you.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.